عندنا في عدة مناسبات سابقة، فإن تجاوز الأطال التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل في بلادنا يعد شغلنا الشاغل داخل الحكومة للمدة المتبقية من هذه الولاية الانتدابية، وإذ تتوفر الحكومة على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، فإن تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل. فكما تعلمون حضرات سيدة السادة، توفر الرقمنة خزانا مهما لخلق فرص الشغل خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب. ومن خلال هذه الاستراتيجية اللي تصد لها من طرف الحكومة 11 مليار ديال الدرهم ما بين 2024 و2026، كتهدف الحكومة إلى تكوين 100,000 شاب سنويا في المجال الرقمي عوض 14,000 سنة 2022، وتضع هدف تشغيل 240,000 في القطاع الوطني الرقمي. Merci beaucoup monsieur le président. اليوم ان شاء الله اطلاق رسمي ديال الاستراتيجيه الوطنيه المغرب الرقمي 2030 بحضور قوي ديال الفاعلين من القطاع العام والخاص ومختلف الفاعلين في مجال الرقمنه في بلادنا. استراتيجيه اللي عندها واحد الهدف مهم اللي هو رقمنه الخدمات الاداريه العموميه من اجل تجويد الخدمات المقدمه للمواطنين، ما يبقاوش يحتاجوا يمشيوا للاداره، نقصوا من اجل المعالجه. الهدف الكبير ايضا هو تنميه الاقتصاد الرقمي في بلادنا، باش يولي بلادنا بلد منتج للرقمنه وخلق فرص شغل للشباب. 240 الف فرصه شغل قاره افق 2030 للشباب ديالنا في مختلف جهات المملكه. ايضا تكوين الشباب المغربي في الرقمنه باش يقدروا يستافدوا من هذه فرص الشغل، تكوينات جامعيه، اعاده التاهيل، يعني في تكوين الهدف ديالنا هو تكوين 100 الف شاب وشابة في السنة في أفق 2030. هدف أيضا هو تغطية التراب الوطني كله بالإنترنت، تقوية الألياف البصرية وإدخال خدمة ديال 5G. الشراكة اللي درنا اليوم هي جات من بعد الشراكات اللي درناها مع جميع القطاعات، درناها مع قطاعات ديال العدل ودرناها في جميع الميادين. واليوم على الصعيد الرقمنة، وهذه الرقمنة كتوجه لجميع الوزارات، لأن خصنا الشباب يكون مكون، رأس مال بشري يكون مكون. غادي نضاعفوا ثلاثة المرات من هنا 2026 بالنسبة للشباب اللي غادي يتخرج من الجامعات المغربية والمدارس المغربية، وغادي تكون أكثر من 45,000 من هنا 2030. وراكم شفتوا بأن تكوينات خاصة بالرقمنة، وكاين كذلك هاد الفضاءات اللي خلقنا، فضاءات كود 212 اللي غادي يساعدوا جميع الشباب ديالنا في جميع التخصصات باش تكون عنده واحد تكوين مزدوج ويكون عنده إشهاد في هاد الميادين ديال الرقمنة. هذا هو التوجه الكبير اللي احنا غاديين فيه، وتنظن بان تتعرفوا الاهميه الكبيره ديال الراس مال البشري في جميع الميادين. ولكن الرقمنه اليوم ما بقاتش دي سيب، ولات بلا دو ريزيستانس اللي خص جميع الشباب ديالنا يكون متكون فيه. عندنا هدفين اساسيين، الهدف ديال خلق 270 ألف منصب شغل، والهدف ديال تكوين أكثر من 100 ألف ديال الكفاءات. الخلق ديال مناصب شغل عنده علاقة بالسياسة ديال الحكومة في المجال ديال الدعم ديال خلق هذه المناصب شغل، لا سيما عبر منحة ديال التشغيل، لا بريم ا لومبلوا. حنا جربنا المنح ديال التشغيل مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في قطاعات متعددة وعطات النتيجة ديالها، ولكن ما كانش عندنا منحة ديال تشغيل خاصة بالقطاع الرقمي. إذن هذا من المستجدات الأساسية، بمعنى كل مقاولة كتخدم غادي تستفد من واحد المساعدة لكل كفاءة في المجال ديال التشغيل. ثانيا، الركيزة الثانية هي القضية ديال
التكوين 100,000 ديال الموارد البشرية التي سوف تكون من أجل مواكبة هذه الخطة الحكومية في مختلف الاختصاصات ومختلف المستويات، ومن جملتها بطبيعة الحال التكوين المهني. عندنا 2250 مؤسسة ديال التكوين المهني، كاين عندنا مؤسسات متخصصة في الكفاءات الرقمية ومنها في المدن ديال المهن والكفاءات اللي عطى انطلاقتها سيدنا الله ينصرو. ولكن كذلك سوف نواكب هذه الخطة ديال الكفاءات في مختلف هذه المؤسسات التكوينية. ما تنساوش واحد العدد ديال الناس اللي يقدروا يكون عندهم الفرصة الثانية ديال القراية يمكن يديروها 100% في تكوين رقمي وخا ما يكونش عندهم ديبلوم مرتفع. إذن هذه كل هذا آليات مهمة، وغنزيد عليها المواكبة ديال المقاولات الصغيرة جدا اللي ما عندهاش الإمكانيات المادية باش دير التحول الرقمي ديالها، خصها واحد المساعدة. إذن هادو ثلاثة ديال الأمور أساسية جات في هذه الاستراتيجية، وإلا طبقناها بواحد الوتيرة قوية وسريعة جدا، وعندنا تجربة في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وعندنا تجربة في مكتب التكوين المهني، وعندنا تجربة في عدد من يعني المؤسسات التكوينية، غنقدروا نوصلوا للهدف ديالنا في التاريخ ديالنا المنتظر. وشكرا.